أيها الزملاء أخواني المتدربين، بسم الله ننطلق، بسم الله توكلنا على الله، نتمنى لكم التوفيق للجميع وعمل جاد إن شاء الله. تطلق الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بنجران إلى جانب الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمنطقة ومؤسسة سليمان الراجحي الخيرية برنامج صيانة مساكن أسر ذوي الدخل المحدود. الهدف الأساسي والأسمى هو تنفيذ مبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الأعمال التطوعية الغير ربحية تزامنا مع رؤية بلادنا المباركة 2030، ومن خلال الشباب اللي تشاهدينهم الآن بدأنا في تنفيذ حملة تطوعية بالتواصل والشراكة مع الجمعية الخيرية وبدعم مؤسسة سليمان الراجحي. يقدم هذا البرنامج خدمات صيانة التمديدات الكهربائية والصحية وأعمال النجارة والدهانات. دور المتدربين في حملة الصيانة التطوعية تكمن في صيانة التمديدات الكهربائية والأدوات والمرافق الصحية في منازل ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر المعوزة. فرق مجهزة بالتقنيات والأدوات اللازمة ليقدم هؤلاء الشباب خدمة لمجتمعهم ويطبقون ما تعلموه في الواقع تحت إشراف مدربيهم. نحن بدورنا كمتطوعين ندخل داخل المنزل ويتم الكشف على الأشياء المتعطلة من أي تخصص كانت، ويبدأ المتطوع بتوفير العدة وتوفير الأغراض ويبدأ في تنفيذ الشغل. الجمعية تقوم بدور الباحث عن الأكثر حاجة من المستفيدين من هذه الحملة، بحيث أن لديها باحثين اجتماعيين قد مسحوا الميدان واختاروا الأشد حاجة من ذوي الدخل المحدود من المستفيدين الجمعية بالتعاون والتنسيق مع شركائنا في هذه الحملة التطوعية. يعمل هؤلاء الشباب في عدة مهن لم يعتد السعوديون العمل بها ليثبتوا لأرباب العمل أنهم جديرون بالثقة وليكونوا قدوة لغيرهم من الشباب. بمثل هذه الأعمال التطوعية يثبت هؤلاء الشباب في منطقة نجران قدرتهم على العطاء وخدمة هذا الوطن في مختلف المجالات. حسن الهمامي، الإخبارية، نجران.